يعاني بعض الأشخاص من حساسية حليب البقر لعدم قدرة المعدة على هضم مادة اللاكتوز الموجودة في حليب البقر ومشتقاته. لذلك يعد الحليب المستخلص من اللوز وجوز الهند والحبوب بديلاً جيداً لحليب الأبقار، كما أن له فوائد كبيرة من الفيتامينات والمعادن. طبعاً لنتعرف على فوائدها وطرق عملها تنضم إلينا في الاستوديو أخصائية التغذية ميرنا صباح. صباح الخير. صباح النور. إيش الموضوع الغريب هذا؟ يعني أنا لما قالوا لي عندنا موضوع يطلع من اللوز ومن المكسرات حليب ومن الرز، كيف؟ يعني اشرحي لنا الفكره كيف. هلا بعد شوي حنشوف فيديو اجمالا نحن كيف فينا نعملهم، ولكن بطريقه كثير هينه وما كثير بتاخذ وقت او تحضير. هو اول شيء بننقع المكسرات، مثلا حليب اللوز، بعدين ثاني نهار بنحط معه مي وبنخلطه بالخلاط. كم يجلس؟ نهار كامل؟ ثلاث ايام تقريبا منقوعه في المويه، يعني نهار كامل منقوع بالمي، وثاني نهار بنحطه بالخلاط مع مي نظيفه وبينخلط. بعدين بنصفيه، ممكن نستعمل تشيز كلوث او اي قطن، وبنصفي وبينزل الحليب منه. ممكن تشربه دغري، يكون بديل لحليب الابقار مثلا في القهوه او شيء. صح، شيء عجيب. بيكون ما في يعني ما في ولا ماده مضره، يعني تكون انت مؤكده وعارفه شو موجود بالحليب، خاصه اذا بدك تعطيه للاطفال. اكيد. طيب خلينا نتكلم عن الانواع هذه اللي هي البدائل. هي ممكن اكثر شيء معروف اللي هو فول الصويا اللي بيستخدموه بدل حليب الابقار. ايش في كمان انواع ثانيه؟ في فول الصويا، وفي اللوز، وحتى في الكاجو ممكن نستعمله، وفي الهيزل نوت اللي هو البندق مزبوط، حتى في الشوفان والرز الاسمر. هلا كل واحد له فوائد كثير مختلفه عن الاخر. حليب الصويا مثلا في كميه بروتين قد الحليب البقر، فهذا شيء كثير منيح للرياضيين او اللي بهمهم انه يرفعوا معدل البروتين اللي هن بياخذوه، وكمان في نسبه كالسيوم كثير عاليه، وكمان في معادن وفيتامينات كثير عاليه وكثير مهمه، حتى منا موجوده بحليب البقر. بس بنفس الوقت للشخص اللي بده يوقف يتناول حليب البقر كليا، اللي عنده حساسيه، لازم يتاكد انه يقدر، يعني السوي ميلك او الحليب فول الصويا ما بيعطي 100% شو موجود بحليب البقر، بضل في اشياء معينه لازم ناخذها جزء من نظام الغذائي. في كالسيوم؟ في كالسيوم كثير، وفي كالسيوم بكميه كافيه، عشان هيك لازم دائما الشخص اللي عن جد عنده حساسيه مو بيقدر يتناولون يتاكد مع اخصائيه التغذيه انه هو عم بياخذ كل حاجاته اليوميه من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن. طيب ميرنا، خلينا نشوف الكليب. في كليب احنا يعني بنستعرض من خلاله كيفيه تحضير هذا الحليب. جميلة جدا 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 رائعة. يعني ما في عذر الحين، من بكرة خلص الحليب أديها واحدة خلطة وخلاص الحليب جاء. طيب من ناحية السعرات الحرارية، أي نوع هو الأعلى وأي نوع المنخفض؟ هلأ هن كلهم تقريبا فيهم سعرات حرارية بالكوب قد الحليب الخالي الدسم، فكلهم تقريبا فيهم 100 سعره حراريه بالكوب، اللي هي كثير جيده. يعني الشخص مفروض ياخذ 2 او 3 بالنهار، فهذا الشيء بيكون كثير منيح. بينما الكوب الحليب الكامل الدسم بيكون فيه 150 وحده حراريه، اللي هي عاليه، وكمان بتكون من الدهون غير صحيه. قبل شوي كنا عم نحكي عن العالم اللي ما بحبوا ياخذوا حليب غير الحساسيه. في عالم هالايام ما بحبوا ياخذوا حليب البقر لانه بيكون في كثير انتي بايوتكس اللي موجود فيهم مزبوط، وبكون في كثير هرمونز. فهالايام بتلاقي كثير عالم خاصه الأطفال عم بحاولوا كتير يبتعدوا عن الحليب بالبقر. ممكن أكيد ياخدوا أورجانيك أو عضوي، أو ممكن ينقلوا للحليب النباتي بس بعد عمر السنة. طب له مدة معينة ينصح أنه يستخدم في هذه المدة، يعني من تحضيره وكذا؟ يعني له صلاحية محددة زي الحليب ولا بعد كم؟ يعني بعد ما يتحضر، إذا تحضر بالبيت يومين أو ثلاثة أيام بينحط بالبقر.
نفس الشيء، كل الأنواع نفس الشيء. كل الأنواع، لأنه كل شيء بتحضر بالبيت ما بكون في preservatives، يعني ما بكون في مواد حافظة، فبيخرب. هلأ هو كتير سهل تحضيره مثل الشيك، سو أنت بتري يعني حتى حليب الشوفان ما بده نقع، ممكن دغري بس تحط الشوفان وتخلطه ودغري تحطه أو تستعمله بالكافي، وبيعطي تكستشر كريمي، يعني بتحسيه هيك مثل كريمة سميك، مش مثل المي. طب يعني الناس خلينا نقول اللي ما عندهم مشكلة هم يشربوا حليب كمان، لكن كيف حيفيدهم مثلا لو يشربوا النوع هذا من الحليب؟ مثل ما قلت لك في فيتامينات ومعادن مختلفة، يعني مثلا حليب الصويا في فوليت، بينما حليب البقر ما في فوليت، فوليت كتير مهم خاصة للنساء الحبالة. مثلا في فيتامين إي بحليب اللوز منه موجود بحليب البقر، فيتامين إي كتير منيح لمحاربة الأمراض، هو أنتي أكسيدنت أو مضاد للأكسدة. يعني دايما المكسرات فيهم فايدة كتير عالية وفيهم زيوت صحية اللي هي الأوميغا 3 والأوميغا 6 ما منلاقيها بحليب البقر. حليب البقر عادة في الدهون المشبعة، فهو ما بفيدنا بنفس الطريقة. هو السر إنه شخص بحياته العادية يكون بيتناول شوي من كل شيء، يعني ما يعتمد بس على حليب اللوز كل النهار، لا بالعكس، يومين بجمعة ممكن ياخد حليب اللوز، يومين بجمعة ممكن ياخد حليب الصويا، يعني ممكن هذا الشيء يختلف، هيك بيستفيد من كل شيء. ممتاز. إذن المكسرات تقريبا طريقة عملها بالبيت تتم بالنقع بعدين بتتحط بالخلاط، والرز قلت لي الرز الاسمر مش الابيض صح؟ مزبوط. هلا هو بينعمل بالرز الابيض بس ما في فائده، يعني بالنهايه بتكون انت بس عم تاخذي نشويات، ولكن اذا عم تجربي الرز الاسمر فهذا الشيء بيعطيك فائده الرز الاسمر اللي هو الالياف الفيتامين بي اللي عاده ما بنلاقيه حتى بالحليب الاخر. هلا الرز بننقعه ثاني نهار بدنا نطبخه تقريبا 20 دقيقه او 30 دقيقه بعدين بينحط بالخلاط. وكمان بيعطي تكستشر طيبه، يعني بتحسي انه لذيذ، بس اكيد ما فينا كثير نعتمد على حليب الرز مثل ما بنعتمد على حليب اللوز مثلا، لانه اللوز فيه قيمه غذائيه كثير كثير اعلى من حليب يعني من كل المكسرات اللي لونه كمان يطلع ابيض، يعني اللوز وحليب الصويا هو الافضل لونه اثنين لونه ابيض كمان اللي يطلع من الرز لونه ابيض. هو الاثنين احسن شيء. اكيد فول الصويا كمان افضل يكون اورجانيك حتى نبتعد عن الكيميكلز، بس هو الافضل الاثنين اكيد. طبعا انا بدي اشكرك على وجودك معنا اخصائيه التغذيه ميرنا.